أثر عمله هيبقى متواجد حتى لو خلص ومشي بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة، هيكون له بصمات موجودة مع الأجيال اللي هي طبعا. برضه نقطة من النقط المهمة جدا، أنا مش عايز أتكلم كتير في موضوع الجهاز الفني، لكن ده اقتناعنا ودي مسؤوليتنا. يعني لجنة التخطيط مع رئيس النادي اختارت هذا المدرب واحنا بنتحمل هذه المسؤولية، ما بنتنصلش منها، لكن لابد ان يكون الاختيار لازم يكون فيه وجهة نظر معقولة ووجهة نظر عملية، وده اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا في اي حتة في العالم الاختيار فيه ريسك، مخاطرة، في اي حتة في العالم انت بتجيب مدرب السي في بتاعته كذا كذا كذا، لكن هل تعرفوا الشغل بيشتغل مع المدرب مع اللاعبين ازاي، بيعامل اللاعبين ازاي، مش موجوده في السي في بتاعه. وانس تم اختيار في اي حاجه لازم اقازر، مجلس اداره كتير بجميع مئة باذر مهما كان ليه راي مخالف. الجهات المسؤوله في نادي اختارت جهاز فني باذر، الجهاز الفني اختار لاعبين معينين لمباراه مباراه باذر. ده البروتوكول اللي موجود في العالم في الأندية المتقدمة الكبيرة، ومن ضمنها النادي الأهلي اللي له تقاليده العريقة الكبيرة جدا. أنا برحب بالجهاز الفني اللي موجود جنبي كلهم، برحب بيهم وبتمنى لهم التوفيق في عملهم، وإن كلنا مثابرين وكلنا مساندين لهذا الجهاز ولفريق النادي الأهلي، وأرجو لكم التوفيق بإذن الله تعالى. شكراً.